السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف اخواتي؟ ان شاء الله بخير. اليوم انا كتير سعيد ومسرور، وصلتني هدية صغيرة بس بقلبي لها كتير اثر كبير من احد الاشخاص. الله يجزيه الخير، الاخ واثر بعت لي هدية لانه الحمد لله اجتاز الامتحان من خلال الفيديوهات اللي عم اقدمها، واستفاد من دروس الشبراخ باوشتاينه، من دروس البريف، وكانت الحمد لله له وسيلة مساعدة كتير كبيرة لاجتياز الامتحان. فحب الاخ الله يجزيه الخير يبعت لي هدية رمزية صغيرة بهالمناسبة السعيدة. أنا بحب أتشكره كتير وبحب له لا شكر على واجب، وهذا الشيء واجبنا. وإن شاء الله ألف مبروك يا رب، عبال عند السي أينس، وإن شاء الله عبال عند الشهادات العليا. وبس هيك، والله حبيت أصور الفيديو وشارككم الهدية اللي وصلتني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.